مرحبا شباب، كيفكم؟ شو اخباركم؟ اليوم حنعمل فيديو غريب، يعني ما صد لي زمان ما يعمل مثل بطوله. فاليوم حيكون فيديو بطوله يعني كتير حماسيه. حخليكم تحزروا لو وجهتكم اول بقى، والله ما كن 3 ثواني تحزروا شو هو البطوله. شو صح هو بطوله هازبرو؟ ما اتوقع حدا عارف لانه كتير صعبه. هي الكيو ار كود، خليني هلا حطلع كل بلبل عندي، حنشرح عليه هلا مشان اذا حدا ما بيعرفه. اول شيء خفاش النار، بتجي هو بلبل قدره على الاحتمال، بيجي هي اللير تبعه منيحه بتخليه يطول اكثر، والديسك تقيله ما هو شيء، وكمان منيحه لانه والدرايفر خرافي بيدور، وبنكهه بنسخه التكاره تمي بينفك. يعني هو ما مفروض ينفك، بس بالتكار الجامعي بينفك، ما بعرف ليه. هو بس ليوقع بصير، خلينا نعتبره عم يدور، بس ليجي يوقع بيجي هيك، عم بخليه يرجع يطلع لأنه هون في نقطة، والحديدة بتخلي يكون يعني المنتصف تبع الوزن هون يعني، فبخليه يضل أكتر. ثاني بلبل هو تنين المانجا، وهي الكود مشان لعبة البلابل يعني موبايل. طبعا اللاير دفاعية منيحة كتير، هو بلبل دفاعي. كم واحدة فيها؟ 1 2 3 4 5 6 7، فيها 7 قطع. كمان الحديدة فيها كم؟ 1 2 3 4 5 6 7، كمان ما توقعت انه يكون نفسه، ما حسيت يعني. ومنيحة الحديدة يعني، حاسة بتشبه تبع الخفاش، والدرايفر بيشبه تبع الدرايفر العادي، بس مو يعني هداك أحسن، هاد بيشبه تبع الحصان المجنح. ايه فبيجي هيك يعني بيخليه يضل أكتر، لأنه هدول 3 قطع وبالنصف. بلبل قبل الأخير، هو آخر بلبل فتحته، روح شوف الفيديو بعد ما تخلصوا. هاد من جل المانجا، الشكل تبعه خرافي هيك بنفسجي مع اسود واحمر، كتير طالع حلو. هاي الكود، هاي الدرايفر بيجي هجومي لانه هيك، فيخليه يدور حاله. وال شو اسمه، حديده كتير غريبه اسمها اوفل، لانه حرف او، وهي اساسا شكلها مثل البيضه، ما بعرف عملوها غريبه هي. الجزء الاخير هو اللهيب المانجا، فهاد اللاير يعني بيشبه العادي بس فيه كأنه أبيض أكتر من أحمر، ما؟ وهي الكود، وهي الديسك، حلوة كتير شكلها حلو وهيك بتلمع. وهي الدرايفر، درايفر دفاعي ما بعرف ليه، هو نفس درايفر كلب المانجا، ما بعرف ليه يا جماعة هي المانجا. هلا حنبلش بالبطولة، البطولة حتجي أول شي حيتنازلوا تنين المانجا مع خفاش النار، بعدين رهيب المانجا مع منجا المانجا. خلينا نشوف مين أول واحد بيناتهم، واللي بيفوز بين يعني بيناتهم كلهم بيتنازل ضد بلبل سري بالأخير. خليكم للأخير مشان تعرفوا مين بلبل سري. والجولة الأولى بين رهيب المانجا ومنجا المانجا. يلا 3 2 جو. أو إذا بدكم فيكم تشوفوا فتح كل البلابل على قناتي، بس لا تخلصوا أتوقع المنجل بيرست. هلا هو الثلاث نقاط، فحاليا المنجل عنده 2 واللهيب عنده 0. كمان في شغلة كتير غريبة بالتطورات المنجل وهذا المنجل كمان، وهي اللي بتخليه قوي. يعني إذا كل البلابل يعني كل البلابل بتجي طبعا هيك، أما هو بالعكس بتجي هيك، فبتخبط فيه فبتخليه يعمل بيرست أسرع، فمشان هيك قبل شوي صار بيرست مع الرهيم. والجولة الثانية، يلا 3 2 جو. مين حيفوز هالمرة؟ هل اللهيب حياخذ نقطتين او نقطة، ولا المنجل حيفوز؟ خبطة اللهيب فاز. فهلا النتيجة 1-2 للمنجل. والجولة الثالثة، يلا 3-2 جول. هي خبطة قوية، اللهيب شكله بده يدافع. لا ليه قاعد بالزاوية كل الوقت؟
يعني انا نزلت هون ما كان لازم يعني شكله ناوي يدافع عن الجنة. عن جد الجنة ما فيها حماس ابدا. لو رحت انا بعض بيكون غش دربنا بعض خلاص باين اللي هيك حيفوز. القاعدة تبع الدفاعية احسن. يعني هذا بين معكم فرق دوران هاد وهاد، فانه من جد حيفوز لانه اللهيب حيفوز فاحنا نعتبرها اللهيب. فهلا اللهيب فاز، وهلا الجولة يعني هلا الجولة اللي بعد هي حتكون الاخيرة لانه النتيجة 2-2 تعادل. الجولة الاخيرة يلا 3-1 جول جول. حماسية أكثر كثير من اللي قبلها، يمكن هاي تكون أحمس وحدة. كل خبطة اثنين عم يروحوا كثير حلوة. حاسس هالمرة النينجا حتفوز. هي يا تعادل يا حشوف اللقطة لكم. اوكي هلا شفته وتأكدت إنه المنجا دار دورة واحدة قبل ما يوقع، يعني كان تقريبا هيك. لا يعني اقوى بشوي هيك فقدر يفوز. فهلا احنا نحسبها للمنجل. والنزال الثاني بين تنين المانجا وخفاشنا. فهلا الجوله الاولى من النزال الثاني بين التنين وال شو اسمه التنين وال الله التنين وخفاشنا. يلا 3-1 جول جول. شوف واحد دفاعي واحد قدره على الاحتمال، ف حيكون النزال ما كثير حماس. بس والله عم يخبطوا اكثر من الباقيين، لانه مو هن الاثنين بيكون بدهم يعني بنص الحلبه، فعم يتخانقوا مين بده يكون ملك النص. خبطوا بعض. هلا احتمال حدا يقول لي انه النتيجه مو عادله وهذا عادي وهذا مانجا، فاكيد العادي حيفوز. بس التنين كثير قوي، فاز على كثير بلابل بالفيديو تبعه، روح اشوفه بعدين. اتوقع خفاش يفوز لانه هلا ما كنت يعني خطوه، فخذوا على التنين فاز. يعني هاد كان هيك عم يدور، هاد كان هيك عم يدور، شلون التنين فاز؟ اتوقع لانه خبط في هذيك الخبطه. الجوله الثانيه 3-1 جول جول. نسيت اقول النتيجه 1-0 للتنين. صوته عالي يعني ما اتوقع باين معكم منيح، بس بالحقيقة عالي صوته بس تخطو. شكلها المرة للخفاش. لا لا التنين عم يفوز. شلون التنين عم يفوز؟ اوكي هلا يا الجولة الأخيرة إذا التنين فاز، يا الجولة يعني مو الأخيرة إذا الخفاش فاز. يعني كان انتم مو فهماني علي، بس المانجا فكرتهم يعني هي مو فكرتهم، بس انا هيك بحس انه يكون اضعف من اللي بعدهم، فشلون عم يفوز؟ فاتوقع شغلة من السلوبرز. هلا بعد هذا النزال حاورجيكم شلون الفرق، لانه الهزبرو ما بيكون عندهم تيث، ما بعرف ليش تكارتهم، وحتى بالانمي بيكون عندهم تيث، بس الهزبرو عند السلوبرز. فالتنين عنده واحدة بالنص. هلا اورجيك يعني هو ما عنده اياها، بس يعني يمكن هلا التنين فاز. بس بدي اورجيكم عتبع التنين مثلا هون، ايه شفتوا هون في هون وقفة، يعني هون بصير صعب تفكه هيك مكان بعدين يمكن تفكه. مثلا التنين عادي بس انه يعني فيه بس تبع تنين قوي. فهلا حنيها الجولة الرابعة. انا اتخربطت لانه قبل شوي بالجولة الماضية يعني ما قلت انه الثالثة. فهلا الرابعة 3-1 جول جول. شوت دي خبط الظن بيرست من بلبل دفاعي. هذي يمكن اغرب شي بشوفه اليوم، يعني بيرست من بلبل دفاعي. خلينا نشوف قديه راح نجي. والله السوبر شوف قد ايه راح.
بس هالقد، بس خليني اوريكم اوضح يعني هيك. والله ليه ما عم يوضح هيك؟ هيك صار، فعمل له بيرست. هذا بيطبخ خرافي يا جماعه. وهيك بنكون خلصنا الفيديو، ما تنسوا تشتركوا بالقناه وتحطوا زر الاشعارات، ويلا مع السلامه. صحيح، في لسه نزال اخير مع بلبل السري، وهو كمان بلبل هازبرو، هو السلمندر الحارق. هو عباره عن بلبل يساري كتير حلو، لانه هون في وضع هجومي اتاك، وفي ديفنس صعب شويتين. وكمان لانه هازبرو بالتيربو عملت سلينج شوت، لانه ما عدت البلابل فيها حديد. شوف يعني هون المفروض حديد بس بلاستيك، فعملوا له سلينج شوت، فهي هيك بصير. فصار في اربع وضعيات، اتاك وديفنس عادي، اتاك مع سلينج شوك، ديفنس مع سلينج شوك، غير وضعيات ليرلي. وضعيات لير هي واحدة هيك، هي الهجومي، بيصيروا ست، واحد اثنين ثلاثة اربعة خمس ست شفرات، ست تقريبا خمسة. اما مع لما تحط هديك ستة، لما تحط هاي الوضعية بيصيروا 12، لانه كانوا ستة كبار صاروا 12 صغار. وهي الكيو ار كود تبع السلمندر، هو بلبل قديم شوي عندي، فشوي خربان الكيو ار كود. وهلا حنازل التنين مع السلمندر، نشوف مين حيفوز. كمان في شيء اعمله بس يمكن ما كتير تحبوه، بس حاعمله، هو انه يعني يمكن ما تحبوه لانه ما كتير عم استغل الوضعيات تبعه، لانه حاستخدم كل الوقت اللير دفاعية والدرايفر دفاعي. هلا الدرايفر معها انه اتاك بيصير كتير، بيقع بسرعة وما بيهاجم يعني، فحخليه ديفنس مع سلينج شوك، بدون سلينج شوك واللير دائما دفاعية، لانه كمان هذا دفاعي، فبدنا نشوف مين احسن دفاعي. كمان الاثنين بيشبه بعض، انه في كائن وفي شفرات، بس هاد يميني وهاد يساري، فخلينا نشوف مين احسن بلبل عنده ست شفرات حيفوز. الجولة الاولى من النزال الاخير، يلا لنشوف مين حيفوز البطولة، بلبل تيربو ولا بلبل مانجا. انا الصراحة بشجع السمندر. 3 2 جو شوت جو شوت، مثل النزال الماضي تبع قدرة على احتمال الدفاع، مين حيكون ملك الوسط؟ يعني شوف بس الحجم، هاد هالقده وهاد هالقده، ما تلتني مين حيفوز. لا لا، السمندر، السمندر عم يعمل امتصاص طاقة، مشان هيك حاسه حلو. تنين ما خلاني كمل جملتي، كنت عم اقول حاسس حيفوز ام فاز. لا كان قصدي انه السمندر حيفوز ام التنين فاز. فهلا حاليا 1-0 للتنين. الجولة الثانية 3-1 جو شوت جو شوت. هلا بقى لازم السمندر يفوز. هو الشيء المنيح فيه انه عم يعمل امتصاص طاقة، بس مشكلته انه كمان هذا عم يعمل امتصاص طاقة لانه عكس الجهات، فما بعرف مين حيفوز. يعني شكل النزال ما حيخلص، تنين مو طبيعي. اذا ما فاز هلا السمندر ما يعني ما بعرف شو. بس اقول لك شو، انسى الشيء اللي قلته قبل شوي، ححطه هجومي على الاخير الا الدرايفر لانه مو منيح، وححط السلينج شوك لانه بتخليه يهاجم اكثر، عشان نشوف اذا التنين حيضل يفوز، انه مو طبيعي. اوكي هلا الجولة الثالثة والاخيرة، اذا التنين فاز 3 2 جو شوت جو شوت. حسبه ولا لا؟ هو يعد وقع فما فاز يعني نحسبها؟ بعد 7 ساعات من التفكير قررت انه نحسبها، وانه هلا النتيجة حتكون تعادل. ما تسألوني ليش، يعني هو بالنهاية فاز. اوكي الجولة الأخيرة 3 2 جو شوت جو شوت. وأخيرا زبطت الجولة. هلا إذا التنين فاز، مع انه عطينا السلمندر نقطتين، ما بعرف رح شو بدي اقول يعني، مع انه عطيناه نقطة، فإن شاء الله السلمندر يفوز. خلص غير شيء، حشجع التنين.
مع انه اعطيناه نقطتين. هاد فاز، هاد فاز على بلبل تيربو. المانجا فاز على التيربو. هاد هاد لازم يكون اقوى بلبل بيوت اللي عندي من هون. اوكي المرة مو مثل المرة الماضية، بس هيك بنكون خلصنا الفيديو. بس تشتركوا بالقناة وتحطوا لايك وتفعلوا جرس الاشعارات وتشوفوا فيديوهات فتح بلابل، كل هدول موجودين على قناتي. ويلا مع السلامة.